هنروح لخبرنا الأخير قبل أن نذهب لفريق كرة اليد سيدات 2006 واللي فاز بكأس مصر. آخر خبر هيكون معنا في سلاح الشيش، منتخب مصر يحتل المركز السابع في بكأس العالم اللي أقيم على أرض مصر. منتخبنا الوطني الأول لرجال سلاح الشيش حقق المركز السابع ببطولة كأس العالم، واللي تتلعب على صالة نادي النادي أو نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 23-26 فبراير اللي احنا فيه. المنتخب حقق المركز ده بعد فوزه على منتخب بريطانيا 45-37. ومثل منتخبنا في منافسات الفرق علاء أبو القاسم، محمد حمزة، محمد حسن، عبد الرحمن طلبة. المنتخب كان بدأ مشواره بالفوز على التشيك في دور 16، وبعدين خسرنا من اليابان في دور الثمانية. وهي دي التريك يعني اللي حصلت، ان احنا كنا ممكن يعني قرعتنا وقعتنا مع منتخب اليابان، احد المنتخبات القوية جدا في هذه اللعبة. في ماتشات تحديد المركز من الخامس لحد الثامن، خسرنا اول ماتش قدام امريكا، وبعدين فزنا على بريطانيا. البطولة دي من البطولات الكبيرة اللي بيشارك فيها 368 لاعب ولاعبة، 202 لاعب، 166 لاعبة بيمثلوا 45 دولة. اكيد الاستاذ عبد المنعم حسيني رئيس الاتحاد والاتحاد واللجان الفنيه المختلفه في سلاح في اتحاد السلاح هيحللوا هذه النتائج ويستفادوا منها بشكل كبير. والهدف الكبير عندنا هي اولمبياد طوكيو 2024 ان شاء الله. نامل وندعو وقلوبنا مع لعبه السلاح انها تستطيع ان تحقق ميداليه اولمبيه. لما بتلاقي لعبه مش على الساحه ودخلت بقوه وممكن تجيب لك ميداليه في وقت، في الاوقات، في الوقت انت معتمد على العاب اخرى زي الخماسي وزي رفع الاثقال، خلاص هيشارك ان شاء الله، وعندك التايكوندو، عندك المصارعه، في العاب انت بتحط عليها بتعول عليها يعني بشكل كبير انها تجيب لك ميداليه. لما ده يخش السلاح بقى بقوه بتلاقيه اكيد هيعمل لك طفره. لو نجح انه يروح ضارب ميداليه او اتنين في الاولمبياد هتقفز قفزه كبيره. عايزين يعني نكسر خمس ست ميداليات دي، عايزين نروح لثمانيه وتسعه وعشره و11 ميداليه. مصر تستحق المزيد والمزيد في ضوء ان الحمد لله بامان الرياضيين الوقت ده بامانه بيلاقوا يعني احنا في جيلنا ما كانش فيه الامكانيات دي، ما كانش فيه الامكانيات اللي موجوده دي من سفريات ومن بطولات عالم بتقام على ارض مصر، ما كانش الكلام ده موجود على جيلنا. فنتمنى ان شاء الله ان اللعيبه تستغل والاتحادات تستغل هذه الفرصه الذهبيه.